شد حيلك يا ادم، انا عارف طبعا قد ايه اللي انت فيه ده صعب، ومفيش حاجه يعني ممكن تصبرك، بس ده عمره. ونعم بالله، انا متشكر قوي يا حمزه. وايه اللي حصل؟ شارب سيجاره مخدرات. عموما انا هعرف مين اللي عمل كده، انا هعرف مين اللي اداها له. انا هاخد حقه بايدي. بقى لله يا كابتن. نعم بالله عصام، شكرا. شد حيلك. بص، كان معايا حد عايز يعزيك، ممكن؟ الو. بقى لله يا ادم. ونعم بالله. انا قبضت لك على الواد اللي ادى السيجاره لابنك، واد ديلر اسمه جو، عندي هنا اهو قدامي، بس انا عايز اقعد معاك ضروري لما تقدر عشان نكمل كلامنا، لان اللي قتل ابنك في الحقيقه قاعد دلوقتي قدامك. اللي قتله هو اللي قتل هشام، اللي ما بيقتلش بيده، بيقتل بطرق تانيه.